بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو دينا شرف عشان نتعرف منها على اخر اخبار واسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسان، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، والف مبروك يا بسان ونورتينا تاني. شكرا ليك يا دينا. طبعا اقول للمشاهدين يعني بيباركوا لي عشان الجواز، فشكرا ليكم والله. شكرا يا دينا. شكرا. تعالوا دلوقتي فعلا ناخدكم في جوله عن متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 22 جنيه 96 قرش و 22 جنيه 85 قرش للشراء، اليورو 23 جنيه وقرش للبيع، 22 جنيه و 89 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 26 جنيه 64 قرش للبيع، 26 جنيه و 50 قرش للشراء، فرنك سويسري 23 جنيه و 20 قرش للبيع، 23 جنيه و 8 قروش للشراء، اليوان الصيني 3 جنيه و 17 قرش للبيع، 3 جنيه و 15 قرش للشراء. بالنسبة للعملات العربية، الريال السعودي 6 جنيه و 11 قرش للبيع، 6 جنيه و 7 قروش للشراء، دينار الكويتي 74 جنيه و 19 قرش للبيع، 73 جنيه و 82 قرش للشراء، وأخيرا الدرهم الإماراتي وصل ل 6 جنيه 25 قرش للبيع و 6 جنيه و 22 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 1041 جنيه، عيار 21 سجل 1215 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1389 جنيه للجرام، والجنيه الذهب وصل ل 9720 جنيه. بكده خدناكم في جولة سريعة عن أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب. هرجع مرة تانية لجمانة وبسنت عشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.